هو الحكم دخل، بس المراقب طبعا شاف كل حاجة، يبقى المراقب هيكتب واكيد هيبقى في عقوبات. طبعا يعني ده وارد، لان مش وارد، ده اكيد، لان طبعا المنظر ده ما ينفعش ان احنا نشوفه كباتن خالص. الكورة وانت بتكسب وبتخسر وبتتعادل يعني، فما اعتقدش. سلوك، ده سلوك، سلوك اتعودنا عليه على فكرة من وبالنادي من من زمان بتغيير سلوك بعض صعب. اللعيبة، ومع يعني انت ذلك خلاص ما انت او حتى المديرين الفنيين. يعني انا لسه بنتكلم على الكابتن ايهاب جلال، ما هو كان ممكن يعترض على الحكم ويقول لك النهارده الحكم ظلمني. لا لا لا، ما بيتكلمش، لا لا لا، ما بيتكلمش خالص في الموضوع ده. ده سلوك هو بينقله للعيبة والمدربين وللناس كلها، ان هو راجل ما بيحتجش على حاجة، لان هو عنده قناعاته ان كرة القدم فيها اخطاء. ما هي كرة القدم لو ما فيهاش اخطاء مش هيبقى فيها حلاوة، مش هيبقى فيها متعة. فبالتالي النهاردة أنا معرفش يعني إيه سبب أحمد علي يروح يتهجم أو مشكلة ويبقى في ضرب أو هو طبعا